بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ موضوع الأديكشن. الأديكشن دوت يعني موضوع من ضمن المواضيع اللي معانا في النظري، فنحاول كده نظبطها بسرعة. هو مش صعب، يعني الموضوع سهل إن شاء الله. بيقول لك أول حاجة إيه، أول سؤال نسأل فيه إيه هي المشكلة بتاعة الأديكشن. يعني بعد 4-5 سطور كده في أول صفحة، أهو صفحة 115، أول 3 سطور سيبك منهم. بيقول لك في مواد في الطبيعة مش عارف 30 مليون مادة، منهم 55,000 مادة بيؤدوا إلى مش عارف، فكك من الكلام ده كله. أول سؤال بيقول لك وات ذا بروبلم، إيه المشكلة بتاعة الأديكشن؟ يعني إيه المشكلة لما ناخد دواء يساعدني؟ ما ده ما عادي، ده ما دي حاجة حلوة، لا في شوية مشاكل. إيه المشاكل؟ بص كده بيقول لك ريبيتد يوز أوف ذا دراج، لما تستخدم الدواء ده كذا مرة بيعمل ساتوريشن لحاجة عندك في المخ اسمها ريورد باسوي. إحنا ربنا خلق لنا في المخ نظام معين للريورد، في حاجات معينة بتبسطك ربنا خلقها عشان إيه؟ لما تشوف الحاجة المعينة تتبسط. طيب دلوقتي هو دلوقتي الريبيتد ادمنستريشن اوف ذا دراج هيبوظ الباسوي ده، هيعمله ساتوريشن لدرجه ان هو يعمل الاتي. رقم واحد، هيبقى البيرسون دوت كونديشند لليفل معين من السعاده مرتبط بالدواء ده بس. يعني الدواء دوت وصلك لليفل عالي من السعاده، انتنس ليفل اوف ذا بليجر، مرتبط بهذا الدراج. ماشي، كونديشند تو انتنس ليفل اوف ذا دراج انديوسد بليجر. ماشي. رقم اتنين بيقول لك ايه، احنا اي شخص طبيعي لما مثلا انت مثلا في عيد ميلادك مثلا حد جاب لك هديه، الحاجه ديت المفروض بتبسط ولا ما بتبسطش؟ حاجه بتبسط جدا، حاجه تخليك الريورد عندك حاجه عاليه كده ومبسوط وبتاع. لو الموقف دوت حصل لك وانت مدمن مش هتحس باي حاجه اصلا، انت خلاص انت انطفيت كده من الحياه، فاقد الشغف لكل حاجه. الحاجات اللي بتفرح اي حد هتيجي عندك انت ما تفرحكش. ماشي، هو بيقول لك الناتشرال ريورد ار نو لونجر اكسبيرينسد از فيري بليجربل، يعني ما بقتش تساعدك زي الايه، زي الاول. طيب بعد كده بيقول لك مع الكرونيك يوز بقى، انت بتستخدم الدواء بقالك مده كبيره، هيصبح مفيش اي حاجه بتساعدك، حتى الدواء ذات نفسه اللي كان بيساعدك دوت خلاص مش هيساعدك هو كمان، نوت ايفن ذا دراج. ماشي، بدات هي المشكله بتاعت الادمان، الثلاث حاجات دول. طيب بعد كده في عندنا شويه ديفينيشنز سهله خالص، ابيوز وادكشن وديبندنس وري انفورسمنت وتولرنس وذرول وريلابس. بيقول لك الابيوز دوت لما تستخدم اي دواء بطريقه كلتشرالي ديس ابروفد، يعني مثلا اسبرين مثلا خدته مثلا بجرعه مش مظبوطه، خدته بطريقه مش تمام، يبقى دوت اسمه ابيوز. بغض النظر هو الدواء ده بيعمل ادكشن ولا ما بيعملش ادكشن، ما لهاش علاقه، هو انت بتستخدم دوت بطريقه غير مناسبه دوت اسمه ابيوز، هيعملك ادفيرس افكت. طب بالنسبه للادكشن، ايوه بقى الادكشن بيقول لك ايه، بيهيفيرال باترن، انت بتعمل تصرف معين عشان تحصل على الدواء ده، وكمان البيهيفير اللي انت بتعمله دوت بيكون كومبالسيف، يعني ايه، بالاجبار بتعمله غصب عنك. سيكيورينج اوف اتس سبلاي، يعني لازم تامن المكان اللي حواليك وما فيش حد يكبس ومش عارف ايه والكلام ده كله. بيقول لك كمان حاجه مميزه للادكشن، ان هو تندنس تو ريلابس افتر ديسكونتينيوشن. يعني مثلا انا كنت مكتئب وكنت متضايق وكل حاجه، فواحد قال لي خد دي هتروق عليك، خدتها ظبطت لي الدنيا. طيب فلقيت الموضوع عجبني وعملت ادكشن وبتاع وتعودت عليه، لما اجي ابدا اعمل بقى ديسكونتينيوشن هيحصل لي ايه؟ هيحصل لي ريلابس تاني، الحاله اللي كانت عندي من الاول اللي هو الدبريشن اللي كان ده هيرجع، وهيرجع اكتر من الاول كمان. فديت حاجه اسمها ايه، ريلابس افتر ديسكونتينيوشن. تمام، تعال خد تعريف الريلابس بقى بالمره، طالما انت قلت اخر واحده اهيت، ريكيرنس اوف اوريجينال كونديشن فروم ويتش ذا بيشنت سافرد افتر ذا دراج ستوبج، يعني الحاله اللي انت كنت بتعاني منها قبل كده رجعت تاني اول ما وقفت الدواء. طيب بعد كده عندنا الديبندنس. الديبندنس دوت يعتبر نفس الادكشن بس درجه اقل شويه، انت ايه كنت معتمد زي الشاي والقهوه مثلا، انا معتمد عليهم ماشي، ولما اجي اعمل ويزدرول للقهوه منك هتبدا تكتئب وتزعل ومش عارف ايه، بس حياتك مش هتقف يعني، بس هي نفس الفكره. فيزيولوجيكال ستيت اوف نيورو ادابتيشن ديو تو ريبيتد ادمنستريشن اوف ذا دراج سيتنج كونتينوت ادمنستريشن تو بريفنت الويزدرول سيستم، انا بشرب القهوه على طول عشان ما يحصلش الويزدرول سيمتومز دي. بس الفرق بينه وبين الادكشن لو وقفت الحاجه دي حياتك مش هتمشي، لكن الديبندنس عادي لو وقفت يعني مش هموت يعني لو وقفت قهوه. تمام، بغض النظر عن الناس اللي بتعشق القهوه بقى مالناش دعوه بيهم. طيب الري انفورسمنت دوت بيقول لك ايه، انت مثلا معاك طبق نجريسكو اهوت، وواحد بيقول لك دواني معلقه كده، دواته معلقه، الله طب دواني تاني كده، دواتكم معلقه، طب دواني هو ليه بيقول لك دواني تاني كده؟ لان هو الموضوع عجبه فهو عايز يعمل ري انفورسمنت. بيقول لك تندنسي of pleasure producing drug leading to repeated self administration، عاوز ياخد الحاجه دي كل شويه عشان ايه، يزود احساس البليجر اللي عنده ده. ماشي، هو طبعا مشكله السيكاتري في الالفاظ اللي مكتوبه فيه. تمام، فهو لو جالك ديفينيشن حاول تعبر بطريقتك واحفظ لك لفظين ثلاثه من الالفاظ اللي موجوده ديت، بحيث انك ايه تجيب تعريف شبهه، يعني انت فاهم الدنيا بقى. طيب التولرانس دوت بيقول لك ايه، انت مثلا احنا عارفين التعريف ده من فارما، يعني مثلا انا عندي صداع ماشي، باخد حبايه الصداع يختفي، بعد اسبوع جالي صداع خدت حبايه الصداع اختفى، بعد اسبوعين نفس الكلام، جيت بعد مثلا شهرين عندي صداع باخد حبايه لقيت مفيش فايده، فبعمل ايه تلقائي؟ بروح اخد حبايتين مره واحده. ليه انا بعمل كده؟ بيقول لك بتزود الدوز عشان تتغلب على الديكريزد في الريسبونس، الاستجابه بقت تقل، فانا غصب عني بروح اعمل ايه؟ بروح ازود الدوز عشان ايه؟ اظبط الموضوع ده وتتغلب على التولرنس. طيب الويزدرول زي ما قلنا لما تيجي تسحب الايه؟ الدواء بيحصل لك فيسيولوجيكال اند سايكولوجيكال رياكشن تو ابربت سيسيشن اوف ذا دراج، اول ما تعمل توقف مفاجئ للايه؟ للدراج. طيب بعد كده عندنا البريديسبوزنج فاكتور، بيقول لك في جينيتك وفي انفايرمنتال، انهين اكتر ايه ولا بي؟ الاي اللي هي الجينيتك ده بيكون اكتر بريديسبوزنج فاكتور اكتر من الانفايرمنتال. طيب الجينيتك عندنا مثلا ايدنتيكال توينز 55%، يعني لو واحد مدمن يعني بنسبه 55% اخوه التوام هيكون ايه،
هيكون هو كمان مدمن زيه. طيب لو اتنين اخوات مش توائم، اللي هي اسمها فرانترال دي، فراترنال اللي هم اخوات بنسبه 28%، انت مدمن يعني اخوك بنسبه 28%، يعني دي احصائيات وكده ماشي. طيب رقم اثنين، تندنسي تو بيكم الكحوليك از انهيرتد، ده برضو الكحوليك برضو يعتبر ادمانه ايه انهيرتد، يعني لو اب رقم سي لو اب مدمن الكحول ابنه بالايه بالطبيعه هيكون بنسبه كبيره مدمن هو كمان. طيب وبرضو بيقول لك ادلت تشيلدرن اوف الكحوليكس هاف ابنورمال برين كورتيزون رياكشن تو ستريس. يعني الكلام ده احنا الناس الطبيعيه ربنا خلق لنا الكورتيزون بيطلع بليفل معين في الاستريس، الاطفال اللي هم ابهاتهم كانوا مدمنين للالكحول بيكون عندهم لخبطه او ابنورمال رياكشن للكورتيزون في لما تحطه في ستريس ماشي. يبقى ده برده بايه بيكون ده بريديسبوز ان هو يبقى مدمن برده هو كمان. طيب رقم ايه، دراج انديوس تشينج ان جينز، بيغير كمان في الجينات بتاعتك بحيث ان انت لو مدمن من دلوقتي اهوت اولادك ان شاء الله لما تتجوز هيكون هم كمان عندهم ايه عندهم تندنسي تو ادكشن برضو. طيب الانفايرومنتال بقى اللي هي مكتوب عندنا انديفيدوال فولنربيليتي فور ادكشن، اتنين ايه واتنين دي، الاثنين ايه انتي سوشيال كوندكت ديس اوردر، في وخصوصا في سن الايه سن المراهقه وكده، بيقول لك تحس ان هو قاعد كده لوحده عامل حزين ما مش عايز يتكلم مع حد منعزل كده عن العالم ماشي، تحس ان هو كده على طول قاعد ايه قاعد لوحده كده. الايه الثاني حاجه اسمها ADHD اللي هي اتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي سندروم، هناخدها في التشايلد سايكاتري كمان شويه. طيب الاثنين دي اللي هو الديبريشن وديفيشنسي اوف ريورد، ديبريشن اند ديفيشنسي اوف ريورد، ديفيشنسي اوف ريورد ديت اللي احنا عندنا الريورد ربنا خلقه زي ما قلنا بليفل معين، الناس دي عندها ديفيشنسي في الريورد ده، يعني مثلا الناس اللي على طول في ستريس ما فيش اي حاجه تفرحهم ما فيش حاجه تعمل له ريورد خالص. النيفوليتي سيكر اللي هو الناس اللي هو ايه المدعي المثاليه او اللي بيسعى دايما ان هو كل حاجه تبقى يسعى للمثاليه دايما، هو عايز كل حاجه بيرفكت مش عايز اي حاجه تنقص خالص، اما يشتري حاجه لازم تبقى 100%، اما يتجوز لازم تكون عروسه بتاعته 100، مش عاوز اي غلطه في اي حاجه، ده اسمه نيفولتي سيكر، فده طبيعي جدا ما فيش اي حاجه تسعده. طيب امبالسيفيتي اللي هو دوت بيحط طموحات عاليه، يعني ايه مندفع كده بيقول لك ده انا لما مثلا ان شاء الله اتخرج من كليه الطب ان شاء الله الفلوس هتجي له مش عارف، فحطت امال وطموحات عاليه جدا، فبعد كده لما يخلص ويشوف الواقع اللي قدامه فطبيعي جدا هيخش في خلاص هيكتئب ومفيش اي حاجه الريورد عنده مهما فرحته وخلاص مفيش فايده برضه. طيب والنيفوليتي انديوس دروكومتري مش مهم دي ما اعرفش يعني اصلا. طيب بعد كده كده احنا خلصنا بيزنج فاكتور، لو سال السؤال ده نعرف نجاوب ماشي. في عندنا بعد كده حاجه اسمها ادكشن تشينجز في البرين سيركت، ادكشن تشينجز في البرين سيركت ايه اللي بيحصل؟ بص هو رسم لك رسمتين، رسم لك رسمه نون ادكتد برين ورسمه للادكتد برين. بص على الرسمه نون ادكتد برين اللي هو النورمال خالص، في حاجه عندنا اسمها السالينسي يعني رغبته في الدواء ايه ماشي، رغبته في الدواء ايه الاستيموليشن في المخ عنده ان هو يروح ناحيه الدواء ده ايه ماشي، اسمها سالينسي. وفي حاجه اسمها كنترول، حاجه اسمها درايف، حاجه اسمها ميموري. بص كده الشخص الطبيعي احنا بنتكلم دلوقتي نون ادكتد برين، لو جيت قلت لك اكتب جنب السالينسي ده تكتب جنبها الرغبه كبيره ولا رغبه صغيره، انت عندك رغبه للادمان ولا لا؟ مفيش، يبقى اكتب هنا الرغبه صغيره او اكتب جنبها سهم لتحت كده ماشي. ده بسبب ايه؟ بسبب انك لما تروح للكنترول هتلاقي الكنترول مرسوم في مربع كبير، رسم لك المربع بتاع الكنترول كبير، يعني معنى كده ان التحكم عندك عالي، اعمل سهم جنب الكنترول اللي فوق كده. طيب الكنترول لما يبقى عالي يبقى التحكم الدرايف ناحيه الدواء، اندفاعك ناحيه الدواء عالي ولا قليل، اعمل سهم لتحت جنب الدرايف. طيب الميموري ديت معناها الذكريات الحلوه اللي انت حسيت بيها لما جربت الحشيش مثلا او لما جربت مثلا المخدرات، في ايه الميموري عندك دلوقتي؟ هل حد فينا دلوقتي عارف الميموري يعني ايه الشعور اللي هو بيحس بيه لما ياخد حاجه من الحاجات الادمان دي؟ لا مش عارف، يعني انت ما جربتش قبل كده، فالميموري عندك برده ايه قليله، ما بعرفش ايه اللي بيحصل لهم اصلا لما بيشربوا الحاجات دي ماشي. انا عارف ان هي حاجه حلوه وحاجه جامده جدا بس هي ما اعرفش، يبقى عندك الميموري واقع. تعالى نفس الكلام بقى عكسه الناحيه الثانيه، يعني مثلا في الاديكتيف بين هتلاقي السالينس عنده عاليه قوي، هتلاقي حتى مرسومه في مربع كبير. طيب ده بسبب ايه؟ بسبب ان الكنترول عندك ضعيف مش عارف تتحكم ماشي، وبالتالي الدرايف اندفاعك ناحيه الدواء ايه كبير، وبالتالي الميموري عندك ذكرياتك الحلوه ناحيه الدواء ده في السماء، ده الميموري عندي مليانه ذكريات حلوه ماشي كده. طيب تعالى نخش بعد كده على حاجه اسمها نيوروترانسميترز اللي بتلعب دور في الريورد. ربنا خلق لنا اربع هرمونات اسمهم دوبامين سيروتونين وكانابينويد واوبيويد. الحاجات ديت في منهم اول اتنين دول هرمونات السعاده اللي هم الدوبامين والسيروتونين، هم مجمع في كلمه ديسكو دي اس سي او ديسكو، الدي والاس دوبامين والسيروتونين دول هرمونات السعاده بيشتغلوا على دي 1 و2 ريسبتور و5 اتش تي 3 ريسبتور اللي هو 5 هيدروكسي تريبتامين مش عارف ايه كده اللي هو الريسبتور بتاع السيروتونين يعني ماشي. الاثنين دول ريسبتور اهو، ايه اللي بيحصل لما الاثنين دول يشتغلوا؟ بيقول لك الدوبامين بيعمل بليجر وبيعمل ايفوريا وبيظبط المود، طيب السيروتونين بيظبط المود برضو بيخلي عندك امبلسيفيتي وبايه وبيشتغل على الانكزايتي يقللها ويخليك تعرف تنام والكلام ده كله ماشي. طيب بالنسبه للكانابينويد، الكانابينويد ده لما تاخد بقى حشيش، بقى الحشيش بيشتغل على كانابينويد ريسبتور 1 وكانابينويد ريسبتور 2،
كلنا عارفين او معظمنا عارف ان الحشيش دوت بايه بيزود الابيتايت جدا. لما حد يكون شارب حشيش بيكون نفسه مفتوحه جدا الاكل، بياكل بشراهه وكده. ده لو هو حاسس بوجع او كده الوجع بيقل طبعا، بتزود الابيتايت وبتقلل البين. ماشي. طيب بالنسبه للاوبيويد بقى، المورفين بقى بيشتغل على الكابا والميو والدلتا ريسبتور. طيب احنا بنستخدم المورفين في الطب في ايه اصلا؟ عشان يقلل البين. ماشي. يبقى ديت الوظيفه بتاعته. طيب في عندنا بعد كده فرق بين الاجونست والانتاجونست والبارشل اجونست. ده كلام مش مهم قوي. الاجونست اللي هو انت بتدي دواء بيشتغل يمسك في الريسبتور، يشتغل فيه يدي الريسبونس بتاعك، داون ستريم افكت، بيديك الريسبونس اللي انت عايزه. الانتاجونست نفس فكره الاجونست، بيروح يمسك في الريسبتور برده بس بيمنع الاجونست الطبيعي ان هو يشتغل. يعني انا مثلا عندي بيتا بلوكر، اديت الدواء دوت راح ماسك في البيتا ريسبتور، فالادرينالين والنور ادرينالين الموجودين في الجسم لما يجي يشتغل على البيتا هيلاقيها مقفوله، في حد ماسك فيها، يبقى انت كده منعت الايه الداون ستريم افكت اللي كنت هتعمله بالاجونست. ده بالنسبه للبارشل اجونست. دوت نص ونص، يعني بيديك افكت بتوين الاجونست والايه والانتاجونست، حاجه كده في النص. يعني مثلا لو الاجونست بيديني افكت 100% والانتاجونست بيديني افكت 0، بين البنين بقى ديت حاجه اسمها بارشل ايه بارشل اجونست. طيب بعد كده عندنا السيركت. نيجي بقى للسيركت لانها جزء تقيل شويه عاوز تركيز. نيجي عندنا للسيركتس دي بقى. ده سؤال لوحده اصلا. يجي يقول لك انيوميريت الريورد سيركتس في البرين، هما كام واحده؟ 6 سيركتس. طيب تعال نقولهم الاول كده. حاجه اسمها ميزوليمبيك دوبامين سيركت، ام ال دي، ميزوليمبيك دوبامين سيركت. ماشي. ام ال دي ميزوليمبيك دوبامين، تمام. ديت اعرف ان هي الفاينل كومن باسوي، ديت اللي هي الايه الطريق الاخير بقى، الفاينل كومن باسوي اللي كل الباسويز الثانيه اللي كل السيركتس الثانيه بتصب فيها. ماشي. يبقى ديت اسمها كومن باسوي. بعد كده عندنا 2 و3 تاخدهم في مقارنه مع بعض، حاجه اسمها ري اكتيف وريفلكتيف ريورد سيستم، ري اكتيف وريفلكتيف. طيب بعد كده رقم 4 و5 و6 كل واحده لوحدها كده. رقم 4 ديت حاجه اسمها تيرنينج ريورد انتو ا جول، رقم 5 كونديشننج تو ريورد كيو، رقم 6 كومبالسيف يوز او الادكشن. ماشي. ادي كده السته ايه السته سيركتس اهو. تعالى نتكلم على اول واحده الميزوليمبيك دوبامين سيركت. اتفقنا ان هي الفاينل كومن باسوي. ماشي. ايه اللي بيحصل فيها؟ ديت ميزوليمبيك دوبامين باسوي بيقول لك ميديت السايكو فارماكولوجي اوف ريورد، هي المسؤوله عن الايه عن الريورد، وذر ذات از ناتشرال او هاي او دراج انديوس. يعني الكلام ده يعني مثلا هل هي الحاجه دي طبيعيه، يعني حاجه بسيطه فرحتني، ولا حاجه نجحت مثلا في الثانويه العامه ففرحت جامد، ولا الحاجه ديت بفعل الدواء دراج انديوست، وده بيسموه ارتفيشال هاي، بتبقى حاجه هاي بس حاجه مش طبيعيه، حاجه ارتفيشال زي ما نفهم دلوقتي. طيب بيقول لك الاول حاجه الطبيعي اللي بيحصل، الطبيعي الطبيعي ان البصوي دوت ماشي موديوليتد ناتشرالي باي ناتشرالي اوكيرنج سبستانس، في مواد ربنا خلقها طبيعي عندنا، الدوبامين والسيروتونين الحاجات اللي ربنا خلقها طبيعي عندنا، الحاجات ديت ناتشرال اوكيرنج موجوده في المخ. ماشي. ديليفر نورمال رينفورسمنت تو ادابتيف بيهافير ساتش از ايتينج اند درينكينج اند سكس. يعني ايه؟ يعني الحاجات ديت اللي ربنا خلقها طبيعي في المخ بتشتغل وبتتاكتف ببعض الحاجات البسيطه اللي بتساعدني، زي مثلا الاكل، الدرينكينج، السكس، الحاجات دي كلها هي بتديك ايه انطباع بالايه بالريورد او بالسعاده، بس دي حاجات طبيعيه. طيب بص بقى الباثولوجي اللي بعدها بقى، بيقول لك نيوم سايكوتروبيك دراجز، الحاجات بقى اللي بتشتغل اللي بتلعب في الكيمياء بتاعه المخ، الادويه ماشي دراج ابيوز، بتعمل ايه بقى؟ باي باس كل الطرق الطبيعيه بتاعه المخ دي، باي باس ذا برين اون نيو ترانسميتر، بتباي باس كل الحاجات الطبيعيه اللي ربنا خلقها، وبتروح دايركت تعمل ستيموليشن للريسبتور بتاعه الريورد سيستم. دوت بيطلع الدوبامين بطريقه كبيره جدا، بكميه جامده جدا، فتحس بسعاده مش طبيعيه. دي حاجه اسمها ارتفيشال هاي، بتطلع الدوبامين بطريقه مش طبيعيه. ماشي. دوت اسمه ايه؟ الميزوليمبيك دوبامين سيركت. طيب نيجي بعد كده على الرياكتيف والريفلكتيف، ناخدهم الاثنين في مقارنه مع بعض كده. الرياكتيف دي بيسموها بوتوم اب. يعني ايه بوتوم اب؟ يعني الموضوع بيبدا تصاعدي، بوتوم اب يعني بيبدا واحده واحده كده تصاعدي تصاعدي لحد ما تزيد ايه جامد. عكسها ريفلكتيف هتلاقي اسمها توب داون، توب داون يعني بتيجي من فوق بقى وايه وتقلل الايه الاستيموليشن ده. طيب عايزين نفهم بقى الكلام ده. بيقول لك لما انت تاخد الدواء اللي هو فيه ادمان ده ماشي، ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك هو مكونه من ثلاث حاجات. الرياكتيف دوت مكون من ثلاث حاجات، كونسيستس اوف ثلاث حاجات، حاجه اسمها في تي اي اللي هي فينترال تيجمنتال اريا، وحاجه اسمها نيوكليس اكامبانس اللي هي الان ايه، وحاجه اسمها اميجدالا. ادي الثلاث حاجات دول، والثلاث حاجات دول كده وصلهم ببعض كلهم فيهم ايه كونكشن ببعض كده، متوصلين ببعض. الفي تي اي ديت موجود فيها السيل بودي بتاعه الدوبامين، دوبامين سيل بودي. يعني الراس بتاعه الخليه، يعني احنا عندنا خليه من مكونه من اكزون وايه دندرايتس ومش عارف ايه وسيل بودي، الراس ده بتاعت الايه الخلايا العصبيه نفسها موجوده فين؟ في الفي تي اي. طيب وبعد كده عندنا نيوكليس اكامبانس، وبعد كده عندنا اسمها ايه الاميجدالا. الاميجدالا دي برده متصله بالفي تي اي والنيوكليس اكامبانس. طيب ايه السيركتس اللي عندنا؟ بيقول لك ايه دراج انديوست دوبامين ريليز. يعني انت لما تاخد دواء، الدواء دوت بيروح على الفي تي اي، الفي تي اي بتبعت اشارات للنيوكليس اكامبانس، نيوكليس كومس بعد كده تطلع دوبامين بكميه كبيره. طيب السيركت الثانيه بيقول لك ريبيتد اكسبوجر تو ذا دراج، بيعمل حاجه اسمها باثولوجيكال ليرنينج.
تمام. هنفهم دلوقتي يعني ايه باثولوجي كلينيك. ايه اللي بيحصل لما اخد الدواء كذا مره بقى؟ الفي تي اي، الفي تي اي بدل ما كانت بتبعت النيوكليوس اكامبنس زي ما كانت بتعمل في رقم واحد، بدات المره دي تبعت الاميجداله، ماشي. والفكره ان الاميجداله ديت هاي سنسيتيف، فيري فيري سنسيتيف. لما تحس باحساس السعاده دوت، لما الدوبامين الجامد دوت يطلع لها، هي بتحس بعد كده ان هي ان الجسم مبسوط وفرحان ومش عارف ايه، فبتزود عندك الميموري وبتخليك تسعى للدواء ده، بتعمل عندك دراج سيكينج بيهافير، تخليك تدور على الدواء ده. طيب رقم 3 السيركت الثالثه بيقول لك ايه؟ الاميجداله بقى المره دي هي بقى اللي هتبعت، هي اللي هتبدا تبعت للفي تي اي. تاني هو اول حاجه كان انت لما خدت الدواء لاول مره الفي تي اي بعتت النيوكليوس اكامبنس، يلا طلع دوبامين. بعد كده لما كررت الدواء كذا مره الفي تي اي بدات تبعت مين كمان؟ للاميجداله. طيب بعد كده بقى انت خلاص بقيت تاخد الدواء على طول، بيبدا بقى الاميجداله الحساسه حاسس الموضوع كويس بقى واتحرمت من الدوبامين، فعاوزه ايه؟ تكرر الموضوع، فتبدا تبعت تاني للفي تي اي. تقول له يا في تي اي ما تطلع بقى، ما تطلع اللي انت كنت بعتها لي، اشتغل تاني. فيبدا الاميجداله تبعت للفي تي اي تخليها تعمل تريجرنج للايموشنال ميموري، تفكرها بالحاجات الحلوه ديت عشان ريليفنت تو بريفيوسلي اكسبيرينسد بليجر هاز بين ديتكتد، عشان ايه؟ ترجع تاني للبليجر اللي هو ايه اللي هي حست بيه قبل كده ده. طيب هل هو الليرنينج ده ليرنينج طبيعي ولا باثولوجيكال؟ باثولوجيكال ليرنينج، هو ده بقى معنى الباثولوجيكال، خلتك تتعلم او تتعود ان السعاده بتاعتك مرتبطه بالحاجه دي، فانت حصل لك ليرنينج مش طبيعي، باثولوجيكال ليرنينج. خلاص كده. يبقى الرياكتيف سيستم تاني مكون من ايه؟ من الفي تي اي والنيوكليوس كامبس والاميجداله. السيركت بتمشي ازاي؟ قلنا اول ما بناخد الدواء الفي تي اي بعت النيوكليوس كامبس، بعد كده الفي تي اي بعت مين كمان؟ الاميجداله. بعد كده الاميجداله بقى هي اللي حساسه وبتحب الموضوع ده جدا، فتبدا هي بقى ايه؟ محتاجه الموضوع ده، محتاجه الدوبامين كتير، فتبدا هي تبعت للفي تي اي تقول لها ايه؟ ما تشوفي شغلك بقى وطلعي الدوبامين زي ما انت كنت بتعملي، وتبدا تفكرها بالموضوع. فيبدا الشخص من غير ما يحس بقى يبدا يعمل سيكينج ويدور على الايه؟ على الدواء ده. طيب الموضوع دوت كده بتحس ان هو تصاعدي كده وبيطلع وطالع معاك بيزيد ولا تنازلي؟ لا تصاعدي طبعا، هي بوتوم اب هو اللي بيخليك تروح ناحيه الدواء. طيب عكسه تماما بقى، عكسه تماما حاجه اسمها ريفلكتيف، من اسمه حتى ريفلكتيف، دوت بقى المتحكم بقى، الحاجه الايه اللي بتبقى في مقابل الرياكتيف سيستم. طيب ايه اللي بيحصل؟ الاستيمولاتوري انبوت اللي كانت جايه من البوتوم اب اللي هو الرياكتيف سيستم، ماشي، بيقول لك ريجوليتد الحمد لله، بتتنظم بحاجه ثانيه اسمها توب داون. ايه هو التوب داون؟ اللي هو الريفلكتيف سيستم. يعني الريفلكتيف سيستم بيتحكم او بيعمل ريجوليشن للرياكتيف سيستم. طيب زي ما خدنا الرياكتيف مكون من ايه، ناخد كمان الريفلكتيف مكون من ايه. الريفلكتيف مكون من حاجه اسمها بري فرونتال كورتكس، ودي بتروح تبعت لمين؟ للنيوكليوس اكامبنس. اسمها طبعا لو عايز تعرفه الكورتيكوسترايل بورشن اوف الكورتيكوسترايل سلام الكورتيكال لوب، فكك بري فرونتال كورتكس. البري فرونتال ديت ثلاث حاجات فيهم كلمه فرونتال كورتكس، بص كده، اوربيتو فرونتال كورتكس، فينترو ميديال بري فرونتال كورتكس، دورسو لاترال بري فرونتال كورتكس. خلاص ادي ثلاث حاجات اهو. الاوربيتو ديت انفولفد ان ريجوليشن اوف الامبلس، بتتحكم في الايه؟ في الامبلس، تقول لها ايه؟ اهدي شويه الامبلس الجامده اللي كانت بتطلع من فوق ديت، لا نظبط الدنيا بقى، اعمل توب داون، قلل الموضوع. طيب عندنا حاجه اسمها فينترو ميديال بري فرونتال كورتكس، ديت انفولفد ان ريجوليتنج الايموشن، يعني واحده بتنظم الامبلس وواحده بتنظم الايموشن والسعاده والحاجات اللي كانت بتحصل لما تاخد الدواء دي. طيب رقم 3 دورسو لاترال، دورسو ديت يعني تحسك ان هو قاعد كده ايه قدام ولا ورا، قاعد ورا كده، حد كده قاعد ورا كده في التخته الاخيره وايه ولابس النضاره كده وقاعد حكيم كده وايه، ويقول لك ايه انا بقى مسؤول بقى عن التحليل بقى والانالايزنج ومش عارف ايه. يبقى دوت حاجه اسمها دورسو لاترال بري فرونتال كورتكس، مسؤول عن الايه؟ الانالايزنج اوف السيتويشن، بتحلل بقى المواضيع وتشوف هل يا ترى الاشارات طالعه زياده ولا طالعه قليله ومش عارف. وطبعا الكلام ده كله متوصل بالايه؟ بالاميجداله بقى، ومتوصل بالنظام الرياكتيف عشان يتحكموا في بعض، ده بيتحكم بده وده بيتحكم بده. طيب تعال بعد كده على السيركت الرابعه اللي هي اسمها تيرنينج رول انتو اجول دايركتد بيهافير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاول الريورد كان عندي كان مجرد سعاده، اخد الدواء احس بسعاده، دلوقتي انت ما بقاش عندك انك تاخد الدواء عشان تحس بالسعاده، ده بقى هدفي خلاص، هو عايش بيجيب فلوس عشان كده بس، عشان هو ده الجول بتاعي، ده لدرجه ان هو لو ما فيش شغل او مش عارف يجيب فلوس هيبدا يسرق ومش عارف يجيب ياخد منين ومنين ومنين، عشان هو خلاص الموضوع ده بقى عنده بقى هدف، اصبح جول، ماشي. طيب بيقول لك دوت بيكون ايه؟ بيقول لك الجابا انرجيك نيورون، الجابا ده اللي هو الانهبيتر نيورون ترانسميتر عندنا، بروجكت فروم النيوكليوس اكامبنس، بيطلع من النيوكليوس اكامبنس تو انذر بارت اوف ستريتوم، اللي هي حاجه اسمها فينترال باليدوم، ماشي. يبقى احنا كده نعرف كده المكونات بتاعت كل واحد.
زي ما قلنا في الرياكتيف في عندنا في تي اي ونيكلاس كامبس وامجدالا، وقلنا في الريفلكتيف في فرونتال كورتكس اللي هي الاوربيتو فرونتال والفنترو ميديال بري فرونتال والدورسولاتر بري فرونتال، هنا عندنا النيكلاس كامبس والاي كمان والفنترال باليدوم. ماشي، والرسمه بتاعتها ديت الوحيده اللي تبص على الرسمه بتاعتها، الرسمه بتاعتها جميله هنا. طيب بيقول لك في كونكشن مع مين؟ كونكشن جو تو ذا ثالامس ذن باك تو بري فرونتال كورتكس وير ذا بيهافير ار امبرينتد ساتش از ليرنينج اند دراج سيكينج. يعني الكلام ده بص على الرسمه، بص على الرسمه. رقم 1 في الرسمه هو بيقول لك ايه؟ الجابا منرجيك نيورون، اهي الجابا هي رقم 1 بتروح تاثر على حاجه اسمها ايه؟ دي طالعه من نيكلوس كامبس اهو، نيكلوس كامبس مطلعه جابه رايحه تاثر على الفنترال باليدوم زي ما قلنا. بعد كده الفنترال باليدوم بتروح تاثر على الثالامس. طيب الثالامس بعد كده بتروح تبعت اهوت رايحه في اشارتين رقم 3 ورقم 4. رقم 3 ديت مسؤول عن الايه؟ الليرنينج، ورقم 4 مسؤول عن الدراج سيكينج. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان الليرنينج دوت انك تتعلم حاجه وتبقى عندك خبره للموضوع ده، بيسموها لونج تيرم ريورد. الموضوع عندك بايه؟ بيتاثر في مخك كده وبياخد وقت على بال ما يعمل كده. طيب رقم 4 دراج سيكينج بيهافير دوت شورت ايه؟ شورت تيرم، بمجرد ما حسيت الموضوع بقى في خلال اسبوع اسبوعين خلاص انت اللي هتبدا تدور على الدواء كده، بيسموها شورت تيرم. خلاص الحته ديت تبص عليها من الرسمه اسمها ايه؟ الباسوي دوت او اسمه ايه السيركت دوت؟ تيرنينج ريورد، تحول الريورد ان هو يبقى جول دايركتد بيهافير. طيب بعد كده اخش على الكونديشننج تو ريورد كيوز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما تتعرض لاول مره للدواء، لما تتعرض اول مره للدواء بتبدا اشارات معينه تطلع. كلمه كيوز ديت معناها اشارات او سيجنالز، كونديشننج تو ريورد كيوز. انت اتعودت على اشارات معينه، بيقول لك ايه؟ الفيرست تايم تتعود فيها على الدواء، تتعرض فيها للدواء او الفيرست تايم ادراج تيكينج، ات كوزز ايميديت ريليز اوف دوبامين، زي ما خدنا في الاول خالص في اللي هو الكومن باسوي، كميه الدوبامين مش طبيعيه بتطلع. ماشي، كورسبوندينج اكسبيرينس اوف بليجر دوت مسؤول عن الاحساس بالسعاده. از ا ريزلت اوف ذس اللي بيحصل بقى الاميجداله هي اللي ايه؟ اللي بتحس بكل الحاجات دي. ليرن ذات ذس ريورد ريوردنج اكسبيرينس، حست الموضوع دوت فيه سعاده، حست الموضوع ده فيه ريورد. ماشي، يبقى دي حاجه اسمها كونديشننج تو ريورد كيوز. كل الفكره هتقول بس فين؟ لما تتعرض لاول مره للدواء كميه الدوبامين بتطلع بزياده، الاميجداله بتحس ان الموضوع دوت ايه؟ حلو وممتع وكل حاجه. ماشي، طيب رقم 6 بقى، دي المرحله الاخيره بقى اللي هي بقول لك ايه؟ الكومبالسيف يوز، او خلاص انت وصلت لمرحله الادكشن بقى، اصبح الموضوع عندك اجباري مفيش نقاش خلاص. طيب الاميجداله كان نوت اونلي ليرن ذات دراج كوز بليجر، يعني ليس فقط بتتعلم ان الدواء بيعمل سعاده، بات اولسو اسوشييت الكوزز الاشارات بتاعه الدواء ده ويز بليجر. خلاص ربطت الموضوع بالايه؟ بالدواء. يعني ما بقتش فقط بتتعلم ان الدواء بيعمل سعاده، لا ده مش بتتعلم، مش فاهمه ان الدواء بيعمل سعاده، ده فهمت ان السعاده هي كل حاجه، كل السعاده مرتبطه في الدواء. خلاص ماشي، خلاص وصلت لمرحله الادكشن. طيب بيقول لك when cues are encountered the amygdala signal dopamine neuron اللي هي الفي تي اي، الامجداله تبعت الفي تي اي زي ما قلنا that something good is coming، في حاجه كويسه جايه. ماشي، هو لسه ما خدش الدواء، ده هو خلاص قاعدين القعده بتاعت الايه، خلاص قاعدين اهوت هنظبط الدنيا ونشرب مش عارف ايه، فهو خلاص الامجداله تبدا تبعت للفي تي اي ان في حاجه حلوه جايه، something good is coming. It may even signal relief from the drug craving. يعني هو حتى الدواء لسه ما جاش، drug craving ده هو بيحن للدواء او عاوز الدواء، فبقول لك even signal relief from the drug craving. ماشي، حتى هو مستني الدواء والدواء لسه جاي له بيبدا يحس بالسعاده دي. طيب ده مرحله متقدمه طبعا من الادمان. خلاص ده برضو يؤدي الى this lead to dopamine release في النيوكليس كومبانس which trigger الجابا انرجيك نيورون زي ما قلنا، والجابا تروح تبعت للفنترال باليدوم، والفنترال باليدوم يروح يبعت للثالامس، والثالامس تبدا تعمل ليرنينج ودراج سيكينج زي ما قلنا في تحويل الموضوع لايه؟ لهدف. طيب الثالاميك امبولت تو بري فرونتال كورتكس اند ريفلكتيف ريورد سيستم از اكتيفيتد. ماشي، lead to action such as drug seeking behavior. يعني برضو الاشارات اللي طالعه من الثالامس ديت بتروح تبعت لي الرياكتيف والريفلكتيف سيستم تخليك تدور على الدواء. طيب بعد كده عندنا في حاجه اسمها سيمتوماتولوجي. على فكره لحد دلوقتي السؤال اللي يجي ايه هي السيركتس اللي هم الست دول، نعرفهم انيوميليشن ونعرف كل واحد فيهم كلمتين صغيرين كده. طيب السيمتوماتولوجي بيقول لك السالينس زي ما قلنا ان هو ديت يعني الديفينيشن بتاعها اللي هو ايه؟ رغبتك في الدواء او الاستيمولاي اللي بتطلع انك ايه؟ تكون عاوز تاخد الدواء وكده. طيب مكونه من ايه؟ اعرف بس ان هي الدراج كريفنج دوت اللي هو الحنين الى الدواء ده، برضو سؤال يقول لك ايه هي الكومبوننت بتاعت الدراج كريفنج. طيب في عندنا حاجه اسمها كيو تريجرد، وحاجه اسمها ستريس تريجرد، وحاجه اسمها اتنشنال بايز. الكيو تريجرد ديت النيورو ترانسميتر بتاعها اللي هو الجلوتاميت. ماشي، ايه اللي بيحصل فيها؟ بيقول لك المثال على الكيو تريجرد ديت، يعني بيقول لك الانيمال هتيجي، الانيمال ده كان موجود في بيئه معينه، ماشي، والبيئه ديت هو مبسوط بيها وكل حاجه ومستريح فيها وكل حاجه تمام، هتبدا تسحبه او تعمل له ريموفال من الانفايرمنت اللي هو كان متعود عليها دي،
هيزعل ولا يفرح؟ هيزعل لانه كان متعود على حاجه معينه. طيب تيجي بعد كده تعمل له ري انتروديوس مينت او ري انتروداكشن، هتدخله تاني اهوت ري انتروديوس تو سنسور سيملاي اور ذا بليس اللي كان موجود قبل فيه قبل كده، هتحس ان الحيوان ده بيحس بسعاده مش طبيعيه. يبقى دوت نوع برضو من الدراج كريفنج. بتعمل ايه؟ بتبدا تسحبه من المكان اللي هو كان فيه لمده معينه وبعد كده ترجعه تاني في المكان ده فبيحس بسعاده، دي اسمها كيو تريجر. طيب الاستريس تريجر، الاستريس تريجر ديت لما تكون انت مثلا ايه قاعد ما انتخ والدنيا تمام وحياتك كلها تلفزيون ومش عارف نتفليكس وقاعد حياه بطيخ خالص. طيب هبدا اقول لك ايه، انت عندك كمان شهر عندك امتحان فانت تبدا تتحط تحت ستريس. طيب وانت في الاستريس دوت بتبدا تفتكر الحاجات اللي انت كنت مستريح فيها، فبمجرد ما تفتكر الحاجات الحلوه اللي انت كنت فيها بتبدا تحس برده بشويه سعاده، ايه فاكر ايام مش عارف ما كنت قاعد بعمل ايه. فده برده اسمه ستريس تريجرد دراج كريفنج، يخليك تبدا تحن للدواء. الدواء فاكر لما كنت واخد الدواء كنت بحس بايه مش عارف ايه، فدي اسمها ستريس تريجر. طيب رقم سي اللي هي اتنشنال بايز، دي معناها لما انت ايه انت كنت بتاخد مدمن مثلا حاجه معينه من ادويه الادمان بعد كده بطلتها، تبدا مثلا انت كنت مدمن مثلا اي في دراجز، تبدا مثلا انت في المستشفى حد بيديك حقن اي في فتبدا ايه ده الموضوع ده انا كنت بيفكرك بقى لا اتنشنال بايز، بيقول لك ريزنت ايموشنال سايلنس فروم دراج ريليتد كيوز، يعني حاجه شبهه انت خدتها فتبدا تفكرك بالموضوع ده مش كده. يعرفوا انيميشن برضو كل واحد كلمتين كيو تريجر وستريس تريجر واتنشنال بايز. طيب بعد كده عندنا حاجه اسمها الكلينيكال بيكتشر بتاعه الادكشن، بيقول لك لازم على الاقل يكون معاك اثنين من دول في خلال سنه، اثنين من الـ من من من, من الكلينيكال بيكتشر دول في خلال سنه. مكتوبين طبعا هنا بطريقه رخمه شويه متجمعين تحت زي ما اتجمع في المحاضره في نيمونكس كده اختصار كده كلمه كانت ستوب، بقى هي دي الكلينيكال بيكتشر، لازم يكون معاك اثنين من دول لمده سنه عشان اقدر اقول عليك ادكشن. طيب رقم واحد حرف سي كومبالشن تو ذا تيك سبستنس، انت بالاجبار مجبر انك تاخدها خلاص تعودت عليه. رقم اثنين اوير اوف الهارمز بات بريزيست، انا يعني يا ابني الحاجات دي هتضرك يا عم والله عارف ان هي قرف وبتضرني بس هاخدها برضه غصب عني. طيب الان نيجليكت اوف اذر اكتيفيتيز، ممكن ما تروحش كليتك، ممكن ما تعملش الواجبات اللي عليك في شغلك، ممكن تضحي بكل حاجه في سبيل انك ايه تظبط دماغك. نيجليكت اذر اكتيفيتيز. تولرنس، مع الوقت بتبدا تزود الجرعه غصب عنك لان خلاص الجرعه اللي باخدها مش تديني نفس الاحساس بتاع الاول فبضطر غصب عني ازود الجرعه. طيب الاس ستوبنج، لما ايه لما توقف الدواء تحس باعراض الوزدرول على طول، ستوبنج ذا دراج يؤدي الى وزدرول. طيب التايم بري اوكيوبايد ويز سبستانس بيزيد، يعني الاول كنت بتاخد مثلا تقعد 10 دقائق تحشش فيهم، دلوقتي ال 10 دقائق تحشيش ما يكفونيش، انا عاوز نص ساعه احشش فيها، بعد كده ساعتين بقى. فالتايم اللي انت بتقضيه مع السبستنس هيبدا يزيد مع الوقت، يبقى ده برده من ضمن الكلينيكال بيكشر. اوت اوف كنترول فيوز، خلاص ما بقاش في تحكم ولا في اي حاجه، مش بمزاجي. البي بريزيستنت فولس ويش تو كات داون، يعني ايه بريزيستنت فوتايل او فولس ويش تو كات داون؟ يعني بيقول لك ايه، هو مصمم على الدواء ماشي عليه على طول. طب انت مش عاوز تبطل؟ والله نفسي. طب يا ابني بطل، والله العظيم نفسي ابطل بس مش هبطل. فولاتايل فوتايل ويتش او فولس ويتش، فولس ويش تو كات داون، عنده يعني شعور بتنجاني كده ان هو عاوز يبطل بس هو مش هيبطل ولا حاجه، هو بيقول كده وخلاص لان الموضوع اكبر منه بكتير اصلا كده. خلصنا الادكشن الحمد لله.